السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة زهرة الناصري، مدبرة شركة انسير تك، مركز نجاح هنا، الكائن في نجاح واحد، عمارة 28، شقة رقم 2، بوشوك سلا. انا صوبت هذا المركز هذا سنة 2017، وكان ما كانش عندي مشكل مع الساكنة، بالعكس كانوا بالعكس عاونوني، دخلت طوابل، صابوا معايا با ما دو شوز، كنا زعما غادي في امان الله وحفظه. ان سيغتان مومون قالوا لي لا غادي ديرنا غوميز، درنا غوميز ديال بانه فرت عليهم غوميز ديال 25% غيخلصوا 75%. موراها قال لك لا، الناس السنديك بعدا، الناس كيخلصوا للسنديك 50 درهم تيتخلصي 4000 ريال كاتخ باغ، حيت انت عندك كوميرسيال. قلت لهم ما يمكنش ليا. شويه قال لك لا، الوليدات ديالنا بداو يقراو عندك فابور. انا ما يمكنش ليا يقراو عندي تلامد فابور، لانه تبارك الله ما شاء الله حنا في العمارات 24 ساكن، وكل واحد عنده 3 أو 4 ديال الدراري اولا جوج. كيفاش كيف يعقلوا انا عندي قاعه، اكبر قاعه كتشد 16 بلاصه، ودابا مع كورونا يعني كتولي غير 8. كيفاش انا واش غادي نخدم وغنخلص ضرائبي على 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 الضرائب ديالي على ود، فهمتيني، باش نصاوب معاهم فابور؟ ما يمكنش. بدات المناوشات، المشاجرات، كيصيفطوا لي ناس، ولات المشاحنات عندنا في كل شويه. درت دي ريكلاماسيون في البوليس من 2017 لجوسكا ماتون، مازال ما تحركوش، راهما ديما كيدخلوا للحفظ بور اون غيزون او بلوس. وهاد الناس هادو اللي كيقولوا لي ندير لهم انا فابور، كيفاش عندهم الفلوس باش يصيفطوا ولادهم لبلايص اخرى؟ ولا الناس اللي ما اصلا ما عندهمش مراكز، اللي كيصابوا غير في الديور وفي صالو، كيدخلوا اكثر من 30 واحد، اكثر من 30 واحد كيكون او 20 واحد كيكون مع هاد كورونا اي توسا، وعندهم الفلوس باش يخلصوا عليهم في بلايص اخرى. انا دايره مركز، حنايا انا في المركز انا وخمسه ديال الاساتذه اللي هما بنات، حنا كاملين بنات. كنا خريجين، فهمتيني، يعني قاريين، ها اللي كتكمل قرايتها، ها اللي عندها لا ليسونس، كنتعاملوا مع بعضياتنا، كنعاونوا حتى حنا التلاميذ. لا ميثود باش خدامه مع التلاميذ، اون ميثود اللي تبارك الله الحمد لله الوليدات كيجيبوا معدلات جد جيده، يعني كاين اللي كيحصل على اكبر معدل في المدرسه ماشي، فهمتيني، وكاين اللي حصلت عندي اول عام بنت اول معدل في الجهه في النيابه ديال سلا، والحمد لله يعني ريبوتاسيون ديالي مزيانه مع الناس. الشوز ولكن هاد الايامات هادي ولاو كيفرضوا عليا شي حوايج، يديروا لي الصناد في الباب ما يخليوش الناس يدخلوا، البيبان ديال الحديد محلولين على مشرعاهم باش ما يخليوش الناس يدخلوا، السوارت ديال الضو كيحيدوا لهم الضو، يخرجوا لهم السلوكه ديالهم باش يقيس شي تلميذ ولا شي حاجه نصدق انا في مشكل. جلسنا اطابل، شفنا كاع المشاكل اللي هما غادي دير لي هاد اللي داير لي هاد المشاكل. قال لك الطوابل درت لهم داك تحت الطوابل دايره هذوك اللي كيخليوش الصوت يخرج، الكاميرا حيدتها، حيدت لي بانو الكاميرا، ورغم انني دايره الكاميرا وجو سوي اوبليجي، قال لي القايد خصني ندير لابد كاميرا لان عندي الناس كيدخلوا ويخرجوا افيك اوتوريزاسيون من سي ان دي بي، يعني اي حاجه دايرها والا اوتوريزاسيون ديالي. انا مجهزه السونتر ديالي باش التلاميذ يكونوا مرتاحين وباش حنا نكونوا مرتاحين، ولكن هاد الناس هادو جاو كيفرضوا عليا شي حوايج اللي انا ما نقدرش عليهم، ولاو كيصيفطوا لي كلاب، ولاو كيصيفطوا لي ناس يديروا معايا مشاحنات باش يخسروا لي السمعه ديالي مع الناس. داعيني دايرين 60 ألف ديال الدعوه بانه زايده الباب، الوغ كل باب هذه 9 سنين من نهار اللي خديت الدار اللي هي في الملك ديالي الخاص، من نهار اللي خرجت درت هاد المركز هذا، من نهار اللي خديت هاد الدار هذه وانا دايره ذاك الباب بموافقه ضمنيه من عند صاحب المشروع، والناس اللي فوق مني اللي حتى في الكاتريام دوزيام تروازيام والكاتريام دايرين هاد الباب هذا، لانه كولوار الا بقى بوحده الا بقى خاوي كيجيو اي واحد غادي يجلس فيه. وحنا هنايا هاد الاقامه، هذا المجمع هذا شعبي، يعني كاين فيه الناس المزيانه والناس اللي خايبه، ما غاديش نجمع كلشي نقول الناس خايبين، ولكن كاين يعني حنا معرضين للسرقه، معرضين للهجوم، معرضين اي حاجه، فهمتيني، اي حاجه خايبه. وحنا بنات ولينا كنخافوا على راسنا، حتى بحد الاولياء الامور ولاو كيخافوا على ولادهم بانهم يصيفطوا ولادهم عندي، لانه علاش؟ لانه الناس ولاو اي حاجه راه فهمتيني عندها مشكل مع الساكنه. انا بغيت نعرف شنو كندير، واش كندير، واش عندي وكر الدعاره، واش عندي شي حاجه كنبيع الحشيش، واش كنبيع شي بلاكس، كنديروا شي حاجه علم، واش حنا فهمتيني كنمشيو مع التفاهه؟ بالعكس، انا داري العلم راه عند شعوب واحده اخرين مقدسه عندهم هذا العلم، هذا مقدس. حنا كنعاونوا وليدات
كاين كورونا كنعاودوا كنعاونوا اساتذه. انا علاش كندير؟ ماشي كندير مراجعه كنخرج ليهم، بالعكس انا كنعاون الناس عندنا هنا بزاف في هذا المجمع السكني اللي هو شعبي. الاكثريه الناس ما قاريينش، كيفاش غيراجع مع ولده هو ما عارفش؟ حنا كنعاونوا الاباء وكنعاونوا حتى التلاميذ، كان دايرين مشروع بما يرضي الله، وحنا نساء يعني ماشي كاستيون ديال شي واحد اللي كنديروا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ولا بالعكس كندخلوا محترمين وكنخرجوا محترمين والحمد لله. انا بقوه من ايفيتي المشاكل معاهم، وليت كنتخلص من عند الناس في الزنقه، وليت انا الاباء محروم محرمهم بانه يدخلوا عندي هنا وياخذوا وليداتهم، كنخرج لهم انا ولادهم حتى الزنقه. الوليدات اللي بغاو يتجمعوا باش يدخلوا السونتر باوقات عندي معينه، وكنخرج انا اللي كندخلهم انا اللي كنخرجهم، كيجلسوا في الجهه ديال الشانطي الجهه ديال الطوموبيلات، يعني غير باش الولوج يكون مقاد، عندي كلشي منظم اي سورتو كورونا. بغيت انا نعرف فهمتيني شنو كيبان لهم؟ واش كنبان لهم انا ما عرفتش حقروني؟ انا كنحس براسي حقره بيان سو. واحد النهار تعداو عليا كل ما كانش تريسيان معايا، درتها عندي شكايه، والشكايه بيان سور راها فهمتيني جوسكا ماتنو مازال ما في الحفظ، كنخرجها من الحفظ عاوتاني كتدخل الحفظ بقدره قادر، ما غاديش ندخل في هذه الحيثيات. تحاموا عليا، كانوا داروا لي الغصف في هذا في الباب ديالي، كيحيدوا لي الضوء، كانوا كيقطعوا عليا، كانوا كي الاسلاك ديال الضوء ديال اللي كاين في الكولوار باش يكون الضوء غير باش الناس اللي يديروا الولوج كيحيدوا كيخليوا السلوكه خارجين باش يجي شي تلميذ يقيسوا السلوكه يعني يضربوا الضوء. كاين المناوشات بزاف بيان سور، داك التسجيلات كلهم عند السلطات، السلطات كلشي دايرها من عند السلطات. واشاك فوا فهمتيني ما عرفتش، ما نقدرش ما نقدرش نقول شي واحد فهمتيني شنو علاش ما داروش معاهم، ولا ما عرفتش يقدروا على حساب فهمتيني. ملي كنسول قال لك كيجيو لهنايا باش كيسولوا عليه، ما كيلقاوش السيد دابا اللي حدايا. دابا الناس اللي كانوا دايرين معايا مشاكل من قبل يعني بخاسك ما بقاوش معايا كيف كانوا يعني في نفس المشاكل، ولكن السيد اللي حدايا واخا عنده جوج بنيتات، ولكن قال لك انا عندي عقده من المراه تخرج وتخدم يعني فهمتيني. انا والديا قراوني وعلموني وجدودي انا فهمتيني مادام دخلوا لهاد البلاد هادي وحروها من الاستعمار، والا باش انا نقرا واحد اخر يقرا واحد اخر يقرا ونجدوا بالمغرب القدام، ماشي واحد فهمتيني قال لكم حيت هو عنده معتقدات بان المراه ما خصهاش تخرج تخدم، هذاك معتقد ديالو خليه عنده، انا ما عنديش مشكل. انا ليسونسييل انا عندي واحد العلم وكنبغي نبارطاجيه مع الناس، ونبغي بالعكس وليدات حتى هما الحمد لله عندي واحد الريبوتاسيون كيما قلت لك زوينه، سمعه زوينه يعني الحمد لله، ولكن باش يبقاو هكا هذا السيد هذا واحد النهار وحق الله واحد النهار انا نقولها لك هذه نعاودها لك، خلينا حتى ابخي تخرجنا جمعت كل شيء، تجمعوا معايا الساكنه 24 راجل 23 راجل وانا في وسط منهم مرة، بقاو معايا من 10 الليل حتى 12 الليل وما شديني في الهضره في الزنقه على ود هذا المشكل هذا، وانا من النوع اللي فهمتيني نقدر نهضر بالعربيه نقدر نهضر بالفرنسي، هذا جا هذا السيد هذا قال لك لا كتهضري بالفرنسي باش انا ما نفهمش، قلت ليه قرا بحالي وفهم ما عنديش مشكل، انا ما قلت لك حتى شي حاجه، انا من النوع اللي فهمتيني نقدر نهضر كلمه بالعربيه وكلمه بالفرنسي يعني ما بدون شعور، ماشي كاستيون كنتحكم في راسي ولا هذا، قال لك لا خصك تهضري بالعربيه باش انا نفهم. نشاو الناس فهمتيني قال لك لا تدلي بالوثائق ديالك، جبت الوثائق ديالي كاملين، روجيست كوميرس، لاتيستاسيون فيسكال، الباتونت، هاد السيد اللي حدانا قال لي المحامي ادري لهم خاطر معطيهم، يعني اي حاجه اي حاجه فيها حبيه يعني نلقى بانه نحيد عليا هاد المشاكل ما عنديش مشكل، او هادشي ابتزاز باش ندخل ولادهم فابور لا يمكن، وانا ما غنسامحش لي لا دنيا ولا اخره، لانه وقفني هذا الموقف هذا بكاني النهار اللي نهار 12 الليل هما عيلاتهم جالسين في ديورهم جالسين وانا بوحديتي اللي محامين عليا كل واحد كيفاش كيقول حاجه رجال مع كل احتراماتي ماشي حيت ماشي هذه الذكور ماشي الرجال، لان كون كانوا رجال كون شلا ما كان ما الذكوريه راه كاينه، الرجال راه ما كيخلوا، قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام رفقا بالقوارير، يعني على الاقل يعتبروني بحال اختهم بحال مرتهم جو سي با.